السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع، أنا اسمي سيماء بحر، أعمل معلمة قرآن كريم للأعاجم بشركة إقرأ نتورك، ومدربة لمعلمات القرآن والتجويد للأعاجم بمنصة قرآني. النهاردة جاية عشان أشرح لكم كورس، خطة كورس التجويد المتقدم. هذا الفيديو يعرفكم إن شاء الله كل شيء عن كورس التجويد المتقدم، عدد ساعاته، ماذا سندرس، ما مراجعه، كل هذا إن شاء الله. والفيديو يعني مش طويل. في البداية نقول الطالب الأعجمي الذي يسعى لدراسة أحكام التجويد يدرس إحدى المستويين. طالب طالما جاي يدرس تجويد هيدرس حاجة من المستويين، إما بيبدأ أولا بالمستوى الأساسي أو يبدأ بالمستوى المتقدم. نشوف إيه الفرق ما بين المستويين. بالنسبة للمستوى الأساسي في التجويد Basic تجويد، هذا المستوى لابد لمن يتعلم التجويد أن يكون على علم به، لازم يكون عارفه. طب الجهل بهذا المستوى يتسبب في وقوع الطالب في اللحن الجلي. طبعا هذا المستوى معروف، يعني الحاجات اللي بتدرس فيه معروفة للجميع، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم والنون المشددتين، أحكام المد، أحكام التفخيم والترقيق، القلقلة. التجويد باللغة الإنجليزية نفس الأحكام ديت بتترجم للغة الإنجليزية: the rules of نون ساكنة and تنوين، طبعا الفور رولز: إظهار حلقي، إدغام، إقلاب، إخفاء حقيقي. the rules of ميم ساكنة الثري رولز ناخذهم، وهما إدغام متماثلين صغير، وإظهار شفوي، و إظهار شفوي، وأيضا وإخفاء شفوي. بالنسبة أحكام الميم والنون المشددين: the rules of ميم and the نون مشدد، the rules of mad، the heavy and light letters، vibration اللي هي القلقلة. وندرس أيضا صفات الحروف: the qualities of the letters، والمخارج الحروف: the articulation points of the letters. ده كده التجويد الأساسي. طيب التجويد المتقدم المفروض هندرس فيه ايه؟ طب الا يعني احنا كده هل درسنا كل حاجه في التجويد؟ لا، المفروض في تجويد متقدم يكمل التجويد الاساسي. طب وليه ليه فاصلينه لوحده؟ لان التجويد الاساسي لازم يكون قارئ القران على علم به، لازم. طب هو لو على جهل به، لو على جهل ما يعرفش ليه، ما يعرفش يعمل هنا كم حركه مد، وما يعرفش كام حركة غنة، هيتسبب في وقوعه في اللحن. لكن التجويد المتقدم احنا نشوف محتوياته واحنا هنكتشف هذا الفرق. هل قارئ القرآن لازم يكون على علم به؟ طبعا معلم القرآن لازم يكون على علم. طب الطالب يعني ممكن يعلمه ممكن يجهله، هل ممكن يكتفي بالتجويد الأساسي فقط؟ طيب هنشوف دلوقتي احنا بندرس ايه. طب في التجويد المتقدم ندرس معا الغنة ومراتبها، غنة and its levels، طبعا كل ده بالإنجليش المفروض. الصفات العرضية، طبعا في صفات ذاتية احنا درسناها في التجويد الأساسي، بيبقى صفات عرضية اللي هي ما بتكونش دايما مع الحرف. الصفات الذاتية خلاص كنا أخدناها، اللي هي بتكون في ذات الحرف زي القلقلة، زي التفشي، الاستطالة. في صفات بقى بتبقى عرضية بسبب عارض كده تظهر في الحرف بعدين خلاص مش موجودة، دي إن شاء الله هندرسها في التجويد المتقدم. العلاقات بين الحروف the connection of letters، هناخد المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. meeting two ساكن letters in one word، يعني التقاء كلمة حرفين ساكنين في كلمة واحدة. meeting two ساكن letters in two words في كلمتين. همزة وصل عند قاطع، هاء الكناية،
error in pronouncing some letters، أخطاء في نطق بعض الحروف. Errors of the throat letters، أخطاء الحروف الحلقية. Errors of the letters قاف and كاف، أخطاء حرفي القاف والكاف. Errors of the letters جيم and شين، أخطاء حرفي الجيم والشين. Errors of the letters ضاد and لام، حرفي الضاد واللام. Errors of the letters نون and را. Errors of the letters ط دال and تاء، يعني حروف النطعية. وبعد ذلك الحروف اللثوية، وبعد ذلك أخطاء نطق الحروف، حروف الصفير والحروف المادية mad letters. Meaning of وقف and ابتداء، ناخد معنى الوقف والابتداء. The difference between وقف سكت and قاطع، الاختلافات ما بين السكت والوقف والقاطع. The types of وقف، أنواع الوقف، هندرس الوقف الاضطراري compulsory وقف، هندرس الوقف الاختباري experimental وقف، هندرس الوقف التام complete وقف، هندرس الوقف الكافي sufficient وقف، هندرس كمان الوقف الحسن، كما سندرس أيضا الوقف القبيح، وندرس أيضا الوقف اللازم ووقف البيان. كل أنواع الوقف هندرسها إن شاء الله. بعد كده هندرس ruling of وقف on a word with a correct ending، الوقوف على كلمة صحيحة الآخر. هندرس الحذف والإثبات، حذف عند إثبات. فهندرس حالات حذف الألف conditions of حذف of ألف، وندرس حالات حذف الواو conditions of حذف of واو. سندرس أيضا حالات حذف الياء conditions of حذف of ياء. مقطوع عند موصول، لأن إن شاء الله المقطوع والموصول. سندرس أيضا هاء التأنيث المرسومة بالهاء والتاء المفتوحة، زي رحمة بالتاء ورحمة بالتاء المربوطة. طبعا ده كده مثال كنا حاطينه عن الغنة. أنواع الغنة four ranks of the غنة، في 4 levels، في 4 يعني مستويات. most complete غنة، أكمل ما تكون. complete غنة، كل ده طبعا مش إن شاء الله ما نعرف نعرفه إزاي. complete غنة الغنة الكاملة، و incomplete غنة الغنة الناقصة، و most incomplete غنة الغنة أنقص ما تكون. كل ده إن شاء الله هندرسه. وهنعرف إزاي، يعني بنعمل activities للطلاب، نعمل لهم تدريبات، نعمل لهم أنشطة عن محتوى الدرس. طيب المفروض بقى إن شاء الله الكورس دوت هيكون أدي بقى الكورس اللي هي إن شاء الله يعني قريبا بإذن الله هيتم الإعلان عنه تقريبا هذا الأسبوع، ممكن غدا يعني. التجويد المتقدم اسمه الكورس، التجويد المتقدم بالإنجليزية مع التدريب العملي وتدريب المعلمة على شرحها للطلاب القادمين. ده كده اسم الدورة، هتكون مدته شهرين وربما شهرين ونصف، يعني يا إما شهرين، المفروض في الأسبوع في محاضرة مدتها ساعتين، يعني 2 في 8 في 16، وممكن نزود بعد كده عليهم 4، ممكن يبقوا 20، يا إما 16 ساعة يا إما 20 ساعة تدريبية، والمحتوى كتير، فعلى حسب بقى يعني من شهرين لشهرين ونصف. الفائدة من الدورة إيه؟ التجويد المتقدم، أولا شرح كامل للتجويد المتقدم باللغة الإنجليزية، التدريب على اكتشاف الخطأ في التلاوة وتصحيحه بسهولة، التدريب على عمل اختبار في القاعدة، أي قاعدة تجويدية بناخدها بنتدرب ازاي نعمل exercises تمرينات للطلاب. الكورس ده مدته قد ايه؟ هو تقريبا 500، مش تقريبا، هو سعره كده. لمين بقى؟ لمين هيكون سعره كده؟ 550. هذا السعر لمن درس في منصتنا كورس التجويد الأساسي، يعني الناس اللي خدوا كورس التجويد الأساسي هيكون السعر ده ليهم في التجويد المتقدم. ليه؟ إكراما يعني، عشان كانوا 10 معانا قاعدين معانا بقالهم شهرين ونص، فإحنا إكراما ليهم هنديهم بسعر مختلف عن اللي لسه هياخد معانا التجويد المتقدم أول مرة يتعامل مع المنصة. السعر لكل اللي درس معانا تجويد أساسي هيكون 550 جنيه مصري. هذا السعر لمن درس، كل اللي درس طبعا بنتعامل بالجنيه لان هم كلهم مصريين.
طب ما لم يدرس بقى، طب حد ما درسش وجاي بيقول لي طب انا عايز اتعلم تجويد اساسي، هيكون السعر ليه كام؟ لا 650 جنيه مصري، يعني في فرق 100، اللي هو جاي ومفروض ده سعر الكورس 650 جنيه مصري، بس احنا اكراما لمن درس معنا التجويد الاساسي في المنصة وسيلتحق، يعني قعد معانا شهرين شهرين او شهرين ونصف تقريبا بالنوراني المجاني، قعد شهرين ونصف، فهيجي بقى يقعد معانا كمان شهرين ونصف، فاحنا اكراما ليه هنديله هذا، هنديله السعر ده لو 550، لكن سعر الكورس اصلا 650. طيب طب لو حد بيتعامل بالدولار، حد مش بيتعامل بالجنيه المصري، مش موجود معانا مثلا في مصر، يعني السعر ليه 22 دولار، 22 دولار ده كده الكورس. طيب وطبعا في 3 أنظمة للتعامل المالي للاشتراك في هذا الكورس زي ما انتم عارفين. نظام أول بيتم تقسيم المبلغ على 3 أقسام، قسم في البداية خالص بندفعه عشان نشترك وننضم لجروب الكورس، بعد كده بعد ما بيعدي شهر من الكورس، منتصف الكورس بندفع، وقبل الانتهاء من الكورس برضه بندفع. ده كان النظام الاول. النظام الثاني ان الكورس بمرتين، بقسم المبلغ على نصين، نص في الاول ونص قبل الانتهاء. والنظام الثالث طبعا ان انا بدفع مره واحده المبلغ كامل. طب ايه مراجع الكورس؟ ماشي، نويت اشترك في الكورس، عايزه اعرف ايه المراجع. مراجع الكورس هتكون اولا في ملف PDF عن التجويد المتقدم، ان شاء الله اعده لكم هذا الملف. فيديوز هبعت لكم فيديوهات، تسجيل كل محاضره بتتسجل، طبعا تسجيل المحاضره بتاخدوه، زائد فيديوهات من على اليوتيوب من قناتي ارسلها لكم، كل درس ليه طبعا فيديو خاص بيه توضح كيفيه شرح القاعده للاعازم، لكن فيديو المحاضره طبعا بيبقى اللغه العربيه بلغتنا عادي، يعني اللغة اللي احنا بنتكلم بيها دي. فيديو بقى اليوتيوب طبعا بيكون انجليش، لان هو اصلا القناة لتعليم التجويد والقرآن واللغة العربية للأعازم، فبيكون بلغة الأعازم، وده برضو طبعا هتستفيدوا منه. طيب ادفانس التجويد، التجويد المتقدم، كل اللي بيفكر لسه بقى في كورس التجويد المتقدم، يعني أتمنى أن أكون قد أجبت عن كل الأسئلة التي تدور في أذهانكم حول التجويد المتقدم، طبعا أذهانكن، لأن الكورسات المدفوعة في المنصة قلنا أنها للنساء فقط، الكورسات المجانية للرجال والجروبات للرجال كل عادي يعني، لكن الكورسات المدفوعة لأن بتكون وقت والنساء اختاروا ذلك، أن الكورس يعني هم عايزين كده، إحنا بس عايزين رجال معاهم في الجروبات يعني. ننتظركم إن شاء الله في الكورس بإذن الله، ونتمنى لكل من سيحضر معنا الكورس أن يقضي معنا وقت ممتع إن شاء الله ويستفيد. وطبعا في نهاية الكورس في شهادة بالمدة اللي درسها والمادة العلمية اللي درسها زي أي كورس في المنصة، والتقدير طبعا، والتقدير طوت على حسب تأديته للمهام، مش حضوره فقط، تأديته للمهام طبعا، لو حضوره هنقدر ذلك يعني، أدى المهام كاملة بياخد امتياز، بتتكتب له في الشهادة، أدى المهام نص نص بياخد جيد جدا، ما أداش حاجة خالص بنديله الشهادة، أو أدى بنسبة بسيطة بياخد جيد، ما بعتش أي حاجة من المهام طول ما هو معانا في الكورس بنديله الشهادة ما فيهاش أي تقدير. ولو حضر فقط من غير ما يعمل أي مهام بياخد جيد فقط إن هو كان بيحضر. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.